بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأسير عباس السيد، أنت تعلم أنه هنا محكوم 35 مؤبد ومئة عام. طبعا كان سبب الإضراب أو سبب التعسف اللي اتخذته إدارة السجون ضده أنه هو تقدم بدعوى قضائية ضد حكومة إسرائيل على الحكم، طعن في الحكم وأسباب التحقيق الذي مارست ضده أيام التحقيق لكشف الوجه الحقيقي عن دولة الاحتلال، إلا أنه هذا الحكي لا يروق لدولة إسرائيل أنه إنسان يتقدم مثل هيك محكمة في المحكمة العليا الإسرائيلية. طبعا من وقت ما تقدم بهذه المحكمة وبلشت الإجراءات التعسفية ضد الأسير عباس السيد، كانت تم نقله من عزل هدريم إلى عزل ريمون في عزل انفرادي لوحده في تاريخ تقريبا حوالي 20/8/2010. ومن هناك طبعا برضو مش بس انت معزله في عزل انفرادي، ايضا عوقب بحرمان زيارة اهله له منذ حوالي 8 شهور، الان محروم من زيارة اهله. وايضا هناك حتى في نفس العزل كانت إدارة السجون تمارس عليه انه تقتحم الزنزان وهي يعني لا يوجد فيها شيء ومعروف انه لحاله، الا انهم كانوا يقتحموا الزنزان في منتصف الليل بطريقه غير مسبوقه جدا. فكانت اول جلسه للحكم كانت تقريبا ب 8/3 تحديدا ب 8/3. طبعا انا كنت باتصال بجميع وسائل الاعلام، الله يجزيهم الخير، الجزيره كانت طبعا الحاضر في المحكمه، لكن القاضي اشترط على الصحفي الياس كرام انك ممنوع التكلم معاه اي كلمه. لكن بعد دخول ابو عبد الله للمحكمه فوجئ انه قام بتصريحين، ادلى بتصريحين للجزيره، على اثرها طبعا تم اخراج الياس كرام من القاعه وعوقب بعد عوده ابو عبد الله للعزل فريمون، عوقب برضه مش بزنزانته اللي كان فيها، بزنزانة أسوأ لا يوجد فيها من مقومات الحياة أي شيء. طبعا بالإضافة هون لما شاف الضغوطات عليه كتير هيك فأعلن الإضراب عن الطعام. بعد ما أعلن إضراب عن الطعام طبعا بالمقابل عاقبوا وزادوا إجراءات التعسفية ضده، حرموه من أجهزة الكهرباء كلها، وأنت بتعرف الأسير اعتماده على الراديو على التلفزيون بلاطة التسخين، يعني إذا بده يعمل أي أكل أو شغلة إنه بتم عن طريق بلاطة التسخين والكتل تبع الكهرباء الماء بسخنوا عليه، كل هذا لا يوجد فيه أي شيء موجود بالزنزانة. ورغم ذلك كله إنه بالإضافة لأنه حرمانه من زيارة محاميه، يعني حتى كنا عن طريق المحامي يتم تواصلنا عن طريق المحامي إنه نسمع أخبار ونشوف وين وصل الأمر معاه، إلا أنه برضه تم حرمانه من زيارة المحامي. بالإضافة للصليب، يعني الصليب حاول بضغوطات كتير إنه يتم بزيارته، إلا أن أجلوه لسبعة أربعة، وهذه فترة طويلة جدا حتى نسمع أخباره. طبعا المحامين بلشوا بدهم يعني يزوروه. اليوم تفاجأت جدا إنه المحامي حاول الاتصال في إدارة السجن حتى يتم زيارته، إلا فوجئنا أنه بيحكي لنا المحامي أنه تم نقله من يوم الاثنين، تخيل الاثنين والثلاثة وهي اليوم الأربعاء وإحنا معناش خبر، أنه لسجن لمستشفى الرملة. هم حاكين للمحامي أنه بحجة أنه إجراءات يعني فحوصات وأنه وضعه مستقر. طبعا أنا لن أطمئن لدولة الاحتلال، أنا بعرف أنه على الأكيد أنه هو بده يكون في حالة صحية متردية جدا. أنت بتعرف إنسان أضرب صار اليوم 16 عن الطعام، أكيد أنه بده يكون في وضع سيء جدا، إلا أنه الاحتلال عادة دائما بغطي جرائمه بالحجج الوهية اللي بيستخدموها. طبعا أنا ناشدت جميع وسائل الإعلام بغض النظر يعني سواء كانت محلية أو عالمية أو على مستوى الضفة، ناشدت والحمد لله كان في تجاوب كبير بأنه طرح الموضوع، لكن أنا بشعر أنه لسه في بضل يعني معلش ما يزعلوش مني، بضل في شوية قصور يعني، لأنه أنا مش لإشي، لأنه مش لأنه عباس يعني عباس الوحيد المضرب الآن عن الطعام، فإذا لم تتعاطف مع الوسائل الإعلام في الخارج مع إضرابه ودعمت إضرابه، وطبعا هنا رح يكون في نتائج سلبية على إضرابه. أنا قمت بالاتصال مع مؤسسة مانديلا ومع ماحة مكيد مع الصليب الأحمر، حاولت يعني مع الكل تم الاتصال. أنت بتعرف بتضل برضو يعني للأسف مؤسساتنا الحقوقية بضل برضو التجاوب معها قليل، يعني ما بتجاوبوا معها بطريقة إيجابية وعلى السريع مثلا، لا هناك بضل في جزء سلبي من قبل سلطات الاحتلال بالتجاوب مع المؤسسات.
تاعي. بس انا برضو عتبي يعني على معلش ما يزعلوش مني بضلوا اخواني واهلي وانا بعتز فيهم, انه عتبي على وزارة الاسرة يعني للاسف الشديد لحد الان وزارة الاسرة, وبتمنى من وزير الاسرة يعني حتى لو باتصال تلفوني ليطمئن عن الاسير عباس السيد. وانا بديش امدح يعني مين هو عباس يعني, بس للاسف حتى يعني التأهيل في منطقة طول كرم على مستوى منطقة طول كرم لم اتلقى اي اتصال اصلا انه يعني بس من مبدا او من مباشره السؤال يعني عن عباس. فانا بجوز انا بعذرهم لكن ما بعرف ان شاء الله يعني بتمنى انهم يكون لهم موقف يكون اكثر ايجابي بهاي القضيه.